اختيار في ايدها الدرب تسندني بالوقت الصعب. شو طيب فيها هالقلب كله دفى وحنية. اختيار في ايدها الدرب تسندني بالوقت الصعب. شو طيب فيها هالقلب كله دفى وحنية. أسراري معاش كتار من وقت ما كنا صغار. هي بيرمال وقرار ولا مرة غدرت فيي. أختي يا عطر الورود والأماني والوعود. أختي يا أحلى حكاية كلها. كانت زوجة عمران امرأة صالحة، ولكنها كانت لا تلد، فدعت الله تعالى أن يرزقها ولدا، ونذرت أن تجعله متفرغا للعبادة، فاستجاب الله دعاءها وشاء أن تلد أنثى، فسمتها أمها مريم، وطلبت من الله أن يبعد عنها الشيطان. كبرت مريم وكانت مثالا للعبادة والتقوى، وفي يوم جاءها جبريل عليه السلام على صورة بشر وطمأنها بأنه رسول من الله جاء ليهب لها طفلا، ونفخ جبريل في شق ثوب مريم فحملت، وامتلأ قلب مريم بالحزن حتى ولدت ورأت طفلها ثم استسلمت للنوم. وعندما استيقظت ومشت لاحظ الناس أنها تحمل طفلا وتضمه لصدرها وتمشي به، فجاء كهنة اليهود يسألونها: ابن من هذا يا مريم؟ فأشارت بيدها لعيسى، فنطق بإرادة الله وأخبرهم بأنه عبد الله وقد جعله نبيا، فامتلأت وجوه الكهنة بالدهشة. كبر عيسى عليه السلام واختاره الله تعالى نبيا وأنزل عليه الإنجيل، فذهب يدعو يهود بني إسرائيل إلى الإيمان بالله وحده حتى يرضى الله عنهم، لكنهم لم يعملوا بنصيحته وعاندوه وكذبوه، ولم يناصره إلا مجموعة قليلة آمنوا به وهم الحواريون. كانوا يلتفون حوله ويتعلمون منه، وكان كلما ازداد عناد بني إسرائيل وكفرهم أنزل الله تعالى على نبيه معجزات تؤكد أنه نبي من عند الله وليس مثل أي بشر. فكان يمسك بيده قبضة من الطين ويشكلها في هيئة طير وينفخ فيها فتطير بأمر الله. وكان أهل زمانه يفتخرون بمهارتهم في الطب، فأعطاه الله تعالى معجزة الشفاء، فكان إذا وضع يده على مريض شفي بأمر الله. ورغم كل هذه المعجزات ظل بنو إسرائيل على الكفر والعناد، لكن نبي الله عيسى عليه السلام ظل يدعو حتى آمن الكثير به وزاد أنصاره، وازداد اليهود عنادا وكفروا به، وذهبوا للملك وحرضوه عليه وقالوا له: إن عيسى يطمع أن يصبح هو الملك وسيأخذ الملك منك في أقرب وقت. فاغتاظ الملك وأمرهم أن يحضروه ليقتله، ولما بلغ عيسى عليه السلام أن اليهود يريدون قتله خرج على أصحابه وسألهم: من منكم مستعد أن يلقي الله عليه شبهي فيصلب بدلا مني ويكون معي في الجنة؟ قام شاب فنزل عليه شبه عيسى، ورفع الله عيسى عليه السلام أمام أعين الحواريين إلى السماء. وجاء اليهود وأخذوا شبيه عيسى وقتلوه ثم صلبوه، ظنا منهم أنه عيسى عليه السلام. ولا يزال عيسى عليه السلام حيا، ويدل على ذلك أحاديث كثيرة صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا،
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يا صدق